ما هي التعزية المشروعة؟ وهل يكفي رفع اليدين وقراءة الفاتحة عند التعزية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تعزية المشروعة أنك إذا لقيت المصاب تدعو له وتدعو للميت، تقول أحسن الله عزاءك، جبر الله مصيبتك، وغفر لميتك، وتدعو للميت بالرحمة والمغفرة. ومن ذلك أيضا إذا كان أهل الميت مشغولين بالمصيبة ولم يتفرغوا لعمل طعام يأكلونه، فيستحب للمسلم أن يعمل طعاما ويهديه لهم مواساة لهم وإعانة لهم وتخفيفا عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب واستشهاده رضي الله عنه، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. أما قراءة الفاتحة لروح الميت، هذا لا أصل له في الشرع، ولم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد في الكتاب والسنة هو الدعاء للميت والاستغفار له، الصلاة عليه على جنازته، وكذلك التصدق عنه وغير ذلك من أنواع البر كالحج عنه والعمرة عنه. فهذه الأمور تصل إلى الميت بإذن الله إذا تقبلها الله، ووردت بها الأدلة، الدعاء للميت والاستغفار، الصدقة عنه، الحج والعمرة، هذه الأمور، وكذلك الأضحية، يضحى عن الميت. كل هذه الأمور ورد الشرع بأنها ينتفع بها الميت. أما قراءة الفاتحة، هذا لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا مما اعتاده الجهال، اعتادوا قراءة الفاتحة للبركة وقراءتها للميت وقراءتها لمناسبات يعرفونها بينهم، هذا كله لا دليل عليه. الفاتحة تقرأ فيما شرع قراءتها فيه، قراءتها في الصلاة، قراءتها مع تلاوة القرآن، أما أن تقرأ للأموات أو لأرواح الأموات فهذا لم يرد به دليل، أو تقرأ للتعزية، هذا لم يرد به دليل عن الشارع. نعم.